كوكو، اهلا وسهلا بكم في قناه تاعي داني ماكويزين. مرحبا بكم، ان شاء الله نلقاكم بخير حبيباتي. بسم الله، اليوم جبت لكم لي كريب. لي كريب هاولي واش عندي المقادير. عندي رشه تاع لا ليفير شيميك، هذه اختياري يعني، بصح باش يجيونا خفاف. عندي جوج حبيبات بيض كبار ولا صغار، ديروا ثلاثه. عندي نص مغرفه تاع قهوه تاع لافاني، مغرفه تاع الماكله تاع السكر، رشه ملح، زوج كيسان تاع حليب، وعندي تانيت كاس تاع فرينه. كيما نديرو الحليب ونحقنا نديرو الفرينه ولا عمرناهم نعمروهم، سينو كاع هكا مستوى واحد. وعندي هنايا سخنت هنا المارغارين، درت قسم مغرفه تاع الماكله. بسم الله، وجبت هكا هادو ساهلين او يتباعوا برا. بسم الله، نكسر البيض تاعي. هادو هايلين مع العشيه، زيت سكر، لافاني، الملح هكا. وكي ديروهم صالي تقدروا تنحيو هاد المغرفه تاع الماكله تاع السكر. كي ديروهم صالي يعني، انا وريت لكم كيف كيف. بسم الله، زيت كيسان تاع الحليب، نزيد هذيك مغرفه تاع المارغارين اللي ذوبتها. كي ذوبتها لحقت لي قس مغرفه هكا حبيباتي. ماما مو هادو درنا بيهم كيما ولفت لكم ديجا، حاجه اللي نخدموا بها نرجعوها هاد كوتي. وهاد لا ليفير وسمو نخليوها هاد كوتي. دوك نخبط قبل هادو، نخلطهم يعني. نزيد هذاك الكاس، نزيد هذاك الكاس تاع فرينه، نزيد رشه تاع لا ليفير شيميك، رشه برك باش تجي يجوني لي كريب خفاف. هايلك ميم با حبه حمص. دوك نخلطهم، نرى ندير قبل هكا. بسم الله، بعد ما كملت دوك ديريكت نطيبوها، ما نخليهمش يرتاحوا. هادو لي كريب يجيوكم رقاق ماشي خشان. كي يبداو هنا في ليكوتي يتقشر، تعاونوا روحكم هكا بسباتولا. مازال شويه يعني، غير نقشرها هكا بالعقل، يجوكم رقاق ماشي خشن هادو لي كراب. فوالا، هايلين رقاق كيما تاع برا، باسكو ماشي معمرين بالفرينه. دوك طيب لي هادي، نزيد لكم الدوزيام. كل خطره نمسحها هكا بهذا البابي. باش تجيكم كيما هادوك لي يديروهم برا في هادوك الطواجن تاعهم، هادي في المقلاة ويجيكم رقاق. هايليك هايليك رقاق، ها شي خشينة لاباط، هايلين.
الخضره ندير هكا بشويه ماشي باش نقطعها. نسيي ندير هكا باش نعاون روحي. فوالا هاي هكا نكمل الفيديو المسمو تاعي الطياب تاعي حتى نكملهم كاع. كل خطره نديرها هكا بيدي وكي نشوفهم حمار حمارين من التحت كيما هادي سمعنا نقلعهم هذيك المقله يعني نحيهم من المقله. بعد ما طابوا لي هذوك لي كخاف هم ليك هوليك خرجوا لي 12 حبه باسكو مقله صغيره. هوليك الله يبارك جوي كي القماش ما شاء الله. دوك ندير الشوكولا باسكو عندي في الاخرى غير شويه. قلت بوكوا با ندير الشوكولا في الدار وحدي. عندي امباسادور ندير دو طابليت دو شوكولا امباسادور نوار هكا كيما هادو. ندير زوج نعاون روحي بالشوكولا الاخرى باسكو الاخرى كان عندي قلتلكم غير شويه. قلت هادي نحشي بها لداخل والاخرى نديرها للتزيين مبقاليش بزاف الشوكولا منها نخليها حتى تذوب. بعد ما دابتلي الشوكولا تاعي هنزيد كخان فخاش هادو تاع لي بواط ولا تاع القرعه ندير زوج مغارف ونشوف القوام اللي حبيتها هنايا. نخلط ونشوف كيفاه اللي ما عندهاش كريم فخاش تقدر دير في الياوتري تاع ريجيم اللي ما فيه السكر ولا دير تاع لافاني ماشي مشكل. نزيد لها شويه باش تجيني سهله كي نمشيها. صافي درنا ثلاثه مغارف هذا هو القوام اللي حبيته. هاني وجدت الشوكولا تاعي هانيك نزلها شويه دافيه نديرو هكا شوكولا هاكو تشوفو شحال سهلة هادي. وقسمت البنانة على ربعة هايليك نديروها كيما حنديرو بوراك باسكو هادي هادي لي درتها معاكم رقيقة بزاف بزاف. هاد لاباط هايلة هايليك نتوما اختياري كيفاش حبيتو تفورميو هاد. انا جاتني هكا بيان ايكونوميك في البنان هكا كل بنانه قسمتها على اربعه. الشوكولا راهي تمشي الله الله تاع الدار تاع اكسبريس سهله ومهله. كاين تاني واحد اخرى ولا حبيتو ديروهم يعني هادو لازم نغسل يدي قبل وهادو تاني نزينوهم وحدهم. هنا نقطع نص يعني شويه من البنان وشويه من الفريزه. هذا اختياري. كاين ثاني اللي يحب يزيد له كفريت هكذا ونحطهم هنا وندردر لهم السكر كلاسي. هايليك حبيباتي نكملهم كاع نولي لعندكم. هايليك حبيباتي لي كرب تاعي لي درتهم معاكم هاولي كيفاش زينتهم. نصدرتهم بالبنان افيك شوكولا من الفوق شويه سكر كلاصي في لي كوتي ماشيين بالشوكولا و
وهنا كيفاش زينتهم، قسمتهم على النص اوبليك، هاولي كيبان البنان، ديكوريتهم هكا كيما وناكل وين كاين اللي كراف برا كيناكلوهم. هنا ثاني كيفاش زينتهم بلي فراس مع لا بانان، وهنا زعما درت كيما هذيك هذا ما عرفت نزين هكا. حبيباتي ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعي ونفعتكم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم الجديد، ودمتم في رعاية الله وحفظه. فيديو واحد اخر ان شاء الله.